تلقيت بالزوجة ديالي فاش كنت في سويسرا. مشيت كنلعب، مشيت من الوداد مشيت لسويسرا، و اصلا انا تعرفت على الوالد ديالها وعلى اخوها، لانه كانوا هما من ماشي غير من الانصار، يعني كانوا من المنخرطين ديال النادي. وواحد النهار عرضوا عليا البيت ديالهم، وتما فين شفت الزوجة ديالي، وهي عندها تعرفت عليها عندها 17 سنة. ومن بعد تسنيتها شوية حتى كملت الدراسة ديالها وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. بقيت حاولت نتقرب من العائلة ديالها على قبلها باش نعرفها مزيان. صراحة أنا شفت في الإنسانة واحد الإنسانة مربية مخلقة، وشفت العقلية ديالها والتصرفات ديالها سبحان الله العظيم، غير على الـ على الـ على الـ يعني الأفراد العائلة كاملين. تعلمت الطبخ صراحة من خلال الكتب ديال الطبخ، و يعني ولات بارعة. يعني كتقدر تصوب إلا حاجة اللي ما كان عمرها صوبتها هي الكسكسو، مي يعني الطبقات الأخرى بحال يعني الطواجن العادية ديالنا حنا، لا باللحام أو بالدجاج أو حتى بالحوت، يعني حوايج عاديين جدا. ولكن غير كاينه قضيه، هو كاين كمان عندنا واحد النوع من التغذيه في البيت، يعني ما نقولش ستريكت ولكن منظم، ما كاينش لي دام، وكاين الاكل بالوقت. وصراحه انا تعودت هذه سنين بالفضل بطبيعه الحال ديال الزوجه، لا انا ولا ولادي. 7 ونص ديال العشيه كتلقانا صافي فضينا سالينا.